الجزائر أرض اختارها الله واصطفاها لتضرب أروع الأمثلة في التضحية والنضال، لتروي لنا تضحية المجاهد محنش شمهوب المولود في 31 جنفي 1941 ببلقة بالحي القديم. نشأ في بيئة كان الوطن فيها مسلوب الحرية والشعب الجزائري مقيد بأغلال الظلم. ترعرع في أسرة فقيرة، كان محبا للقرآن الكريم، أدخله والده الكتاتيب في عمر مبكر لا يتجاوز 5 سنوات. هذا يوم النعمة نعمة علي يا ربي، التحقت بالثورة والتحقت بالصفوف المجاهدين. هذا هي عيد ميلادي الثاني بعد ما حاز سريع من 57 حتى 58، حاولت به نلتحق بجيش التردين ما سهلش ربي. في يوم 8 أفريل 58 إلى 8 تاع الصباح قررت بلي نروح للرصاص باه نجيب السلاح نتاعي ونهرب. ورحت لبست في الرصاص وراها الدايرة نتاع بريكة وراها المساحة هذيك الخضراء، ثم كان الرصاص، والرصاص هذا كان يقولوا له الرصاص سيكسيون ادمنستراتي سبيشاليزي، بمعنى كان ظاهره اجتماعي وباطنه تدمير وتجسس على الثورة. كان فيه المسؤول تاعو دائما كابيتان، والكابيتان هذا كان من الأقدام السوداء اللي يقراو العربية ويهدروها. أول كان واحد يقولوا قات، ومن بعد جا واحد آخر، من بعد جا واحد سارجان كان في لندوشين، ومن بعد جا واحد جيتنا يقولوا روداري، ومن بعد جاو القومية واحد 20 قومي اللي كانوا في الأساس. قعدنا فيها واتصلنا، كان اتصالي الأول مع سعد صرياك ربي يرحمه، هو أول اتصالي مع الثورة، مع مسعود بوقلعة رئيس القسمة الثانية، مسؤول القسمة الثانية ببريكة، والعربي بليليطة وشبه. هذا اتصال بي، بعثوا لي رسالة قالوا لك حبيت تجند اليوم أهالي يزيد بيدي. ولا اتصال عد ساعة ونسكرت وصار نعطيها ساعة نح سروال ساعة كذا. ومن بعد درنا اتصال مع الفوج تاع الكوموندو اللي كان يرأسه لحسن قارش، كنا نتصلوا به في الرومبوا أنا ولحسن قارش وسعد، هذا خططنا به نخرجوا. عند اندلاع الثورة التحريرية ورغم صغار سنه كان شغوفا بالثورة التحريرية والالتحاق بالمجاهدين، إلا أن طلب ورفض لصغار سنه، لكن إصراره وحبه للوطن جعله يطلب التسجيل في صفوف العدو ليفر بسلاحه ولباسه. درنا تخطيط في ديسمبر 58، جانا الكوموندو في الليل ديسمبر 8 التاريخ نسيته، هو الفوج الكوموندو فيه 13 واحد ومعهم محمد حجار، جاو قبل الوقت المحدد اللي اتفقنا عليه. كي جاو شاف بالعساس هذا يقول له حميه سعيدي حميه، ضربهم انسحبوا ولينا عودنا الكره اللي بنا على بعضنا، ولينا عودنا الكره مره اخرى حتى يوم 14 جونفي 59 على الساعه 11:30 ليلا كان اتفاق باه يجوني ونحل وندخل الكوموند. جا الفوج الكوموندو معاه الحسن قارش ومعاه الحسن العزيز، معاه محمد صالح العباسي، معاه سليمان العباسي، معاه الساسي الشتمي، معاه بن دريم، معاه خالد قفريط، معاه عبا بوراضي، معاه هلالات حمزه، معاه طاهر سلمي مدعو لصاص، مع هذا زواد يحيوي الشيب براني وحركات سلامي في 13 واحد، ومعهم كابران عبدي، هذا يقول له كابر عبدي اسمه عبدي عمار، كان مسؤول الكتيبة الأولى في الناحية الرابعة المنطقة الأولى الولاية الأولى. في الوقت اللي جاو
حلينا الباب دخلنا في لحظة واحدة سيطرة تامة على المركز. دروك كان يحلوا الباب نشوفوا ندخلنا نشوفوا الأماكن اللي شوف هذه هي المساحة اللي كان فيها الأساس. يقولوا مركز الكولون تاع مركز المزرعة تاع الحاكم تاع بريكة أول من دخلت فرنسا، ومن بعد ولا تابع الرئيس السوبريفي يتابع ولاية باتنا. في دقيقة واحدة سيطرنا سيطرة تامة على المركز. هروح ليهم هذا المكان هنا كان واحد راقد يقول له قرزة كبران قرزة كان راقد هنا في هذا المكان. جاء الزود يحيوي حط له الماس ترونسيس في مذنه. جينا داخلين هنا هنايا كبر عمدي الحسن قرش وطه الرصاص. جينا هنا تخلى هنايا طه الرصاص كان دريدي راكد هنايا سيرجان دريدي. جاء طه الرصاص حط له الخماسي الما في وذنه هو راكد مش فاهم. جينا هنايا قال لي كان كبران عبدي وصله قال لي لا وصلت هنا قلت له لفتوا تخطف لوتنا شي لفتوا هذه حكم فيه لحسن قرص بالماط. كبران عبدي ما عندوش سلاح هاسبونيار فيه فقط يطلع ذاك كشف جماعة كانت البيستولي ماب هي 765 تحت راسو انا ما على باليش بها. جبد حاب يضرب الكبران كان عبدي تلاح ليه نحاها له من يده فشل هذاك اللي يدو كي شافه. وكانت بالو كانون تير عليه هو تير عليه وطه الرصاص ضرب وقتلو. هنا سلمي طار قتل الدريد كانت 21 كانت 18 سباعي يو اس امريكا وكانت المارت 49 فوق راس الفيتنا وكانت المارت 49 فوق راس الدريدي تاح كبرى عبدي مد لي المارت والاخرى هزها تاع الرصاص. خرجنا نجريو يحاكمني من كبرى عبدي يدس فيا براسي ونجي روحنا لهذيك البيت. هذيك الدار هي هذيك الدار كانوا فيها يركضوا فيها القوم ياكل حكايات تك فم الباب. بعد كان واحد يقول له الطاهر مولاه كان قلت له تخرج معنا قال لي نخرج. كي جا كبران عبدي يجي في صور سيدي لقاه قدامه تيا عليه قتله بداو جماعه يضربوا فيه مع شويين قتلنا سبعه من الحركة ولدتنا يقولوا له روداري قولي وخلينا أربعة مجلسين منهم حمية هذا اللي يضربهم الأول بجروح بالغة. هزينا السلاح وسيطرنا على كل الأسلحة والكرطوش واللباس يعني 18 بندقية من نوع US-17 17 وزوج مات 49 من نوع مات 49 صنع فرنسي والمسدس ماب عيار 765 اللي كان عند اليتنا. هذه هي 21 قطعة في المجموعة. خرجنا نجريو مشينا لطريق مدوكان لقيناه بيس ولينا طريق مسكر لقيناه بيس رحنا للصفر نلقاو عمار بلوم مسؤول الفدائيين نتاع سفيان يستناو فينا جماعة مع الشعب بالزوال والبقال. ركبنا الربعة يوم 15 جانفي 59 وصلنا سفيان الربعة نتاع الصباح ظالين في سفيان. في ذلك اليوم في 15 جانفي 59 اعتقلوا الوالد من الزقاق المقفول اللي راه موالي البنك الفلاحي جابوه هنايا وقتلوه هنا. ظلين في سفيان يوم 15 يوم 16 انتقلنا البومقر عند مركز ابراهيم بن الحاج ظلين في بومقر. اليوم 17
رحنا المركز محمد بقرارة في القصبات في ولاد علي، ظلينا ثم في الجبل الفوق، العشية تعشينا ومشينا، مشينا حتى وصلنا المركز نتاع دوخ الهاشمي في المعزل، تلاقينا احنا سيدي حني محمد عزار جايين من بوطالب ما على بالوش بالعملية، فرحوا كي شافوا العملية وشافوا السلاح وكذا، ولوا معنا المركز نتاع خزة أم عمر في بوطالب. جونفي قررت الناحية بلاصة سيدي حني ومحمد حجار وكبر عبدي ضموني للفوج تاع الكوموندو، كنت أحمل رقم 14 الفوج تاع الكوموندو. هذه هي يعني المرحلة الأولى، ومن بعد فيه بلاء وفيه معارك وفيه هنا كان يلقون واحد 15 واحد وهنا في الشوكة هذيك الشوكة هذيك شوكة خلاص كانت القريطة تاع العسل يعني قابلة الساحة العامة كاملة. وهنايا في السوق هذي كانت فتحة صغيرة دخلنا عليها زوج قبل ما ندخلوا جماعة حتى سيطرنا سيطرة كلية تاملة شلينا المركز. فكان مهندس الهجوم على تكنة العدو بقولون بريكا يوم 14 جنوب 1959 حيث كانت مركز التعذيب والاستنطاق ببريكا آنذاك، أين كانت العملية ناجحة 100%. غنموا فيها ب 21 قطعة سلاح وذخيرة وألبسة، وقتل ضابط فرنسي ومجموعة من الحركة. لكن انتقم العدو منه بعدما كشف أمره بقتل والده في نفس المكان مباشرة بعد العملية. وصل محنش منهوب نضاله وفداءه رغم صدور قرار الإعدام بحقه إلى غاية الاستقلال. 57 حتى 62 ما تحكمت، ما رحت لا لتونس لا للمغرب، بصح تبليسيت في بوطالب، عديت انا ربع معارك في بوطالب، الاولى مع احمد ساطور والثانيه مع احمد بن صخريه من شعبه ولاد شليح، والثالثه مع سعيد يحيى في قديل، والرابعه عديناها بين الطلبه والشربه في القسمه في الناحيه الرابعه. احنا كنا في سفيان ليت ما هجموا على المركز هذا، كنا ربطونا احنا دون سقانا لهون جي واحد 12 ولا 12 مجاهد ربطونا ثم قالوا كون ما يفزع العسكر من التوتة قبل ما تنجح، قالوا با تضربوه يشلوش، وداروا اخرين في بومقر ثاني ربطنا هذا البلايص هذا با كون ما يربط عسكر يهرب يجيو يلاقيهم يضربوهم يشوشوا عليهم ما بقاش العسكر باي. احسن يعني كمين دينا في بالي في الناحيه قسمة الاولى هو كمين بومقر في المكان يدعى شعره سالك فيه الفوج الكوموندو. الربعه تاع العشيه جات الكونفا من بريكا رايحه لنقوت، لقيناها كنت انا وزوج من الناس عندنا الماط القدام وجماعه يحميفونا من اللوره، اطلقنا عليهم الرصاص. من بعد ما انسحبوا رحنا للبلاصة لقوا القلت تاع الدم في المكان هذا، ولقينا أجمال خلوها ثم كان يهزها الحسن قرش يديرها في رقبته، ولقينا بعد الخراطيش اللي ما استعملوهمش يعني أحسن كمين، وكميات كثيرة درناها في الناحية القسمة الثانية والأولى. نحن اليوم في مكان تاريخي عظيم جدا، تاريخ له عملية وقعت في 14 جونفي في هذا اليوم بالذات 14 جونفي 1959، وبعد تخطيط من الشاب العظيم في ذاك الوقت اللي هو المجاهد محنش مهوب الذي كان عنصر مجندا في مع الاستعمار، وخطط مع المجاهدين باش يهجموا على هذا المركز، كان هجوم ناجح في 14 جونفي 1959 على الساعة 11، وتمت السيطرة على هذا المركز كلية، وأثمرت العملية على قتل واحد اسمه ملازم أول يطنو اللي هو كان في نفس الوقت قس،
ومعاونيه برتبة سرجانات وكورنات ومجموعة من الحركة، وغنموا 21 قطعة سلاح مع الألبسة والذخيرة. يعني كانت عملية ناجحة وجريئة، يعني ما شاء الله. يعني هذه النتيجة الغدوة 15 كي علم الاستعمار باللي هذا محنش ميهوب هو اللي قام العميل، جابوا بيو وقتلوه هنا في هذه البلاصة هذه. سمعت؟ إذن هذا المكان راه مكان تاريخي، وراح عبارة عن يعني حاجة ثمينة جدا، ماذا بنا يقوموا بها ويعدلوها ويرموها وتبقى ما صغارة. وهذا اليوم اللي جينا احنا وحدنا، ماذا بنا العام الجاي نجيو في احتفال وذكرى عظيمة جدا. هذا الإنسان هذا باش تعرفوا بالعمل اللي قام به، هاي وراه رسالة الماجستير على الدور تاع محنش ميهوب في الثورة من يوم 14 جوفي اللي هو اليوم اللي التحق فيه بالثورة بعد تخريب هذا المركز. والجميل أن الاستثمار بعد العملية هذه فرماه الغاء طول من السكنة تاعو. هاي رسالة ماجستير تحكي قصة هذا المجاهد الشاب، هذا اللي ضحى بالأب تاعو وضحى بالأسرة تاعو وفضل باش يكون الجبل سكن له، السماء غطاء والأرض فراش، واستكان ومات خاذلا إلى غاية 1962، وكان من بين المحكوم عليهم بالإعدام، لأن بعد العملية هذه صدرت ضده حكم بالإعدام، وراه موجود عنده. هنذكر نعطيك نسخة منه. هذا الإنسان، هذه الذكرى وهذا الشخص يعني راه دار حاجة كبيرة، وماذا بينا من الدولة ما تنساش هذا الناس. في أفريل 1956 جاتنا كتيبة من القبائل من الولاية الثالثة في الوقت ما يسمى بالبلو، وكانوا تعبانين وعندهم أسلحة بدائية، وكانوا فرحانين، كانوا يديروا حلقة في بوطالب ويجي في وسطها واحد يقولوا سيد علي، ويقرني واحد لقنية مازلت نحفظها يقولوا ها قشيش ذا براني ذا الوحش ذا المحالي. السلام عليكم. حد اثنين إخواني لا تنسوا شهداءكم من ضحاوا لحياة البلاد. إخواني لا تنسوا شهداءكم من ضحاوا لحياة البلاد. محنش ميهوب رمز من رموز الثورة، يطالب أهل الاختصاص بتسجيل تاريخ الهجوم عيدا وطنيا يحتفل بذكره كل سنة، وأن يصبح ذاك المركز متحفا تاريخيا يعتمد في وزارة ومديرية المجاهدين. فهل سيجد صدى؟